انا عمر مقبل فور اثليت، بقالي سنين بحارب عشان اوصل اللي وصلت له ده، والباركور رياضه مش عاديه. يمكن لو اقوله دلوقتي الناس سمعته كتير، في حياتك هتقع وتقوم وتقوم وتقع، لكن مع الباركور انا عشت ده وشفته بجد، ومع الوقت بقيت لما ببص على نفسي في المراية ما بتهزش، بالعكس ثقتي في نفسي بتزيد. الفكرة لو ما اشتغلتش عليها هتفضل فكرة من غير ما حد يشوفها، هتفضل ثابت في مكانك. Here to be for two athletes, here to be real me.